طيلة عقود ماضية شكل اليهود اليمنيون الذين هاجروا إلى إسرائيل كتلة متماسكة داخل المجتمع هناك، وحافظوا على طبعهم التقليدي بالحياة العامة والأفراح والمناسبات، وحرصوا على إقامة فعاليات ثقافية متعددة يبرزون من خلالها الفن التقليدي اليمني ويحيون التراث والأغاني اليمنية. يمتلك يهود اليمن إرثاً ثقافياً غنياً ميزهم عن باقي اليهود في العالم في النواحي الدينية والموسيقية والعادات والتقاليد الاجتماعية. وحمل يهود اليمن معهم عند تهجيرهم لإسرائيل إرثهم الثقافي، وظلوا محافظين عليه طيلة عقود يتوارثونه جيلاً بعد جيل. إنهم يعيشون الأجواء اليمنية بمعظم تفاصيلها، حيث يمارسون عاداتهم الاجتماعية، ولا تفارق بيوتهم الأدوات اليمنية التقليدية ومجالس القات الذي يعد زراعته وتعاطيه مسموحاً في إسرائيل، إضافة إلى مشاهدتهم القنوات الفضائية اليمنية، حتى أنهم حولوا حي أوشيوت في مدينة رقفوت الإسرائيلية إلى نموذج مصغر لقرية يمنية. لعل التمييز الذي واجهه يهود اليمن من قبل اليهود الأوروبيين هو ما دفعهم للحنين والعودة إلى الثقافة اليمنية العريقة التي ينحدرون منها، ودفعهم للتأكيد على انتسابهم لأرض مملكة حمير كعنصر من عناصر القوة والتفوق. فشلت محاولات دفعهم إلى التخلي عن عاداتهم وتقاليدهم وكل ما يمت لوطنهم الأصلي بالصلة، بقصد بلورة هوية ثقافية جديدة لهم، فلم يتخلوا عن جذورهم وظلوا متمسكين ومحافظين على عاداتهم اليمنية وتراثهم الثقافي والفني. تعرف طائفة يهود اليمن في إسرائيل باسم تيمانيم بالعبرية، وتعني اليهود الذين ينحدرون من أصول يمنية. وتعد الطائفة اليهودية اليمنية من أقدم الطوائف في العالم، واليهود اليمنيون في إسرائيل هم المهاجرون وأبناء مهاجري الجاليات اليهودية اليمنية الذين يقيمون الآن داخل إسرائيل، ويبلغ عددهم حوالي 350 ألف شخص. كان يهود اليمن في إسرائيل منذ عقود هم الفئة المستضعفة في المجتمع الإسرائيلي، فقد احتلوا أدنى مراتب السلم الاجتماعية، كما أجبروا على التخلي عن العديد من جوانب حضاراتهم وتراثهم لينخرطوا في المجتمع، لكنهم تمسكوا بثقافتهم وإرثهم الغني. كانت النخبة الحاكمة من اليهود الأشكناز الأوروبيين في إسرائيل تنظر إلى الحضارة العربية والشرقية على أنها حضارة دونية وبدائية، خصوصاً وأن بعض يهود إسرائيل من أصول شرق أوسطية لا سيما اليمنية كانوا من الفقراء وعاشوا في الأحياء الفقيرة وتعرضوا لقمع ثقافي، فتم حظر موسيقاهم وأغانيهم اليمنية من الإذاعات الإسرائيلية لعقود، لأن اختيار اليهود اليمنيين لأغانيهم وتوقيت بثها كان يهدف إلى تعزيز الشعور بالهوية الوطنية. ومع بداية سبعينات القرن الماضي وازدهار الموسيقى الشرقية واليمنية المتأثرة بموسيقى البوب الغربية، بدأت الثورة ومكن إنتاج وتوزيع الأشرطة للمغنيين من أصول يمنية من إيصال أصواتهم وثقافاتهم إلى الجمهور. يا الملح من أين؟
في تلك الفترة ازدهرت الأغاني والموسيقى اليمنية متحدية كل الصعاب لتصبح ظاهرة، وصارت تعد الموسيقى النموذجية، وتعتبر موسيقى اليهود اليمنيين مؤثرة ومهمة في إسرائيل، إذ لم تتأثر ثقافة اليمنيين هناك بعوامل خارجية كثيرة، فاعتبرت أغانيهم أصيلة وملهمة للأجيال الجديدة. ويعد الحاخام سالم الشبزي شالوم شبازي الذي عاش في القرن 17 في اليمن أشهر شعراء اليهود اليمنيين، وله 550 قصيدة نقلها اليمنيون معهم إلى إسرائيل كإرث ثقافي لهم. ومن أشعاره تغنى الكثير من الفنانين من أصول يمنية في إسرائيل، مثل شوسان ذماري، عفراء هزاع، زيون جولان وغيرهم. تعد المطربة شوسانة ذماري من أقدم الفنانات اليمنيات في إسرائيل، وتنتمي إلى الجيل الأول من اليهود اليمنيين الذين تم تهجيرهم إلى إسرائيل، وقد ولدت في مدينة ذمار باليمن في 31 من مارس 1923، وهاجرت مع عائلتها عام 1924 مع تصاعد اضطرابات العلاقات بين اليهود القبائل في اليمن. وكانت تغني وتدق الطبول منذ سن مبكرة، وترافق والدتها التي كانت تغني في المناسبات المختلفة. عرفت شوسانة بقوة صوتها ولهجتها اليمنية عند الغناء بالعبرية، حظيت بشعبية عالية وحصلت على العديد من الجوائز. وحازت شوسانة ذماري التي توفيت عام 2006 عن عمر ناهز 82 عاما على لقب ملكة الغناء العبري أثناء حياتها الفنية. ومن المطربات ذوات الأصول اليمنية اللواتي حققن شهرة عالمية، المطربة العالمية عفراء هزاع التي حققت أغانيها نجاحا كبيرا ولقت إعجابا عالميا، وبيع من بعض ألبوماتها أكثر من 3 ملايين نسخة حول العالم، كما وصلت إحدى أغانيها التي تم إعادة تلحينها إلى قائمة أفضل 10 أغاني في عدة بلدان، حتى أنها احتلت المرتبة الأولى في بعض المرات. فبعد سنوات على إطلاق ألبومها الأول عام 1974، قررت عفراء العودة إلى جذورها اليمنية لتصدر عام 1984 ألبوماً يضم أغاني يمنية تقليدية مستوحاة من أشعار الشبزي بعنوان أغاني يمنية. عفراء حزاع أو عفرة حازة بالعبرية الاسم الذي اشتهرت به عالميا، ولدت عام 1957 بجنوب مدينة تل أبيب لعائلة يهودية من أصل يمني، وأطلق عليها اسم عفرة بمعنى غزالة أو ظبية بالعبرية. وكان والدها قد هاجر من اليمن إلى فلسطين عام 1944، وكانت أمها مطربة تقليدية في حفلات الزفاف والأفراح المحلية. أما عفرة فتجاوزت المحن التي رافقت نشأتها لتصبح رمزا للنجاح في أوساط الجالية اليهودية ذوي الأصول اليمنية. تأثرت عفراء هزاع بإرثها الثقافي اليمني
ومكنها حبها لأصوله اليمنية من الانتشار في الشرق الأوسط بشكل واسع. ومع نجاحها المستمر تمكنت عفراء من إضافة نقاط جديدة إلى رصيدها الفني من خلال الغناء بلغات مختلفة إضافة إلى اللهجة اليمنية، فغنت بالعربية والإنجليزية والفرنسية دون أن يؤثر ذلك في شعبيتها، كما أن مزج الموسيقى اليمنية مع الآلات الموسيقية الغربية خرج بثوب قشيب وحقق نجاحاً ساحقاً في أمريكا وأوروبا، ومكن ذلك عفراء من الفوز بالعديد من الإسطوانات الذهبية والبلاتينية، ومن أشهر أغانيها قلبي ويا حلو يا حالي. وعبرت عفراء عن حبها لأصلها اليمني من خلال تمسكها بالتراث والطابع اليمني التقليدي في الكثير من أغانيها، وحرصها على ارتداء الملابس والإكسسوارات اليمنية والتقليدية في كثير من حفلاتها وأغانيها. قدمت عفراء العديد من الأغاني والألبومات الناجحة قبل أن تتوفى في سن مبكر في العام 2000. ومن أشهر المغنين اليمنيين في إسرائيل الذين عكست أغانيهم الخصوصية اليمنية الفنان زيون جولان، وهو من مواليد عام 1955 لأبوين من مدينة عمران، هاجر أواخر أربعينات القرن العشرين، ومعظم أغاني جولان باللهجة اليمنية، وهو من يكتب ويلحن الكثير من أغانيه، إضافة لأغاني أخذها من عمته نعمة العمراني وكتاب آخرين، وبعض أشهر أغانيه من أشعار الشبزي. ويمتلك جولان استوديو تسجيل يسجل فيه أغانيه. أصدر زيون جولان أكثر من 22 ألبوما، ومن أشهر أغاني يا هزلي وصنع اليمن وعدن عدن. يا هزلي يا هزلي يا هزلي قد نزلت البير أصلي. أيضا هناك من يهود منطقة الحجرية بمحافظة تعز الذين هاجروا إلى إسرائيل المغنية ليا أبراهام، التي هاجرت مع والديها من اليمن وهي في الخامسة من عمرها. تعلمت من والدتها الأغاني الشعبية لمنطقة الحجرية واشتهرت بتقديم الأغاني والملالاة التعزية. خذت زماني وأنا مطالبة الحب وأنا مطالبة الحب غطوا عيوني والروح عدد النوم. وعلى الرغم من شهرة المغنيين اليمنيين في إسرائيل لم تتغير نظرة المجتمع لهم، ويعتقد العديد من جيل الشباب اليمنيين في إسرائيل أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لإنجازه. وكنوع من المقاومة عادت الموسيقى والأغاني المتأثرة بالتراث اليمني إلى الحياة عام 2015 مع ازدهار جيل جديد من الموسيقيين من أصول يمنية كفرقة أوا
ويمن بلوز وشايد ساباري. وفي مارس 2015 أطلقت فرقة أوا أغنيتها الأولى حبيب قلبي، حيث عادت هذه الأغنية اليمنية الكلاسيكية القديمة إلى الحياة عندما قامت ثلاث شقيقات يمنيات بتحويلها إلى أغنية جميلة انتشرت بشكل سريع وأصبحت أول أغنية عربية تحتل الصدارة في إسرائيل، ووصل عدد مشاهدتها على اليوتيوب إلى 2 مليون حول العالم. حبيب قلبي.